طارق، يعني بعد هذا الانجاز الذي تحقق عن طريق عبد الرحمن القرشي، يعني انا شدتني كلمه قالها الامير عبد العزيز بن تركي، الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين ومتابعه مباشره من سمو ولي العهد، بدات ثمارها تظهر ولله الحمد في السنوات الماضيه. لو جينا بمعيار الدعم والسنوات، احنا الحمد لله جالسين ننجز في فتره وجيزه، فاجل شلون احنا بنكون بعد 5 سنوات او 10 سنوات من الان، او على الاقل في 2030 اللي بنستضيف فيها، او 34 اللي بنستضيف فيها الاولمبيات الاسيويه. طيب ممكن اخالفك شوي بس ابو لطيف واقول لك تكفى اتركونا من النظره المستقبليه. ليه؟ ايش بنسوي؟ اتركونا، احنا ماشيين صح. احنا لازم شوف غيرنا اللي يرسم الخطط والاهداف، ولا ودنا ندخل في مشاريع سابقه صارت انا اشوف انها ما نجحت بشكل كبير، لو نجحت نجحت بشكل جزئي. خلنا نستمتع الان في مراحل الانطلاقه اللي قاعد نشوفها الان شيئا فشيئا. لما تكون المملكه حريصه على ملف الرياضه، اول شيء احنا خلنا نؤكد ونرسخ مفهوم انه الرياضه فسخت رداء كرة القدم. من أول حنا بغينا نتكلم عن الرياضة نتكلم فقط عن كرة القدم. البرامج الرياضية لو أخذت 5 سنين 10 سنين سابقة كل الحديث كله عن كرة القدم، في آخر جزئية تجدها في البرامج تذكرها كانت الحديث فقط عن الألعاب المختلفة والألعاب الجماعية. هذا إذا كان نهائي كأس النخبة، إذا كان نهائي كأس النخبة بين الأهلي والهلال، أو نهائي كرة السلة بين أحد والاتحاد، يعني ها نتكلم ممكن ممكن ها ممكن يشوف في يعني يسلط عليها ضوء. الان لا الاضواء، لكن الان لا اختلف الوضع تماما. الان اصبحت الالعاب هذه تحظى باهتمام الرسمي، محبين هذه اللعبه قاعد يعززونها بالاهتمام. الاعلام نفسه يا اللي كان يهمه كره القدم، لا انت ما ادري ايش كم عندك بطوله، من المؤسس، كل هالشعارات دي خلاص ترى صداع. نبغى نفرح يا جماعه الخير، نبغى نشوف واحد يرفع راسنا، نبغى واحد يشوف رفع ميداليه. حتى البرونزيه يمكن ما تعجبك، لا البرونزيه هذه تؤسس لقاعده انطلاق نحو الذهب ان شاء الله. ترى يعني في النهايه كل شيء ينبنى حبه حبه، ما معقول انه لا الان احنا ليش احنا مثلا نكرر بعضنا يقول لك يا اخوي حاصل على البرونزيه، لا 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 هذا الصح، التكريم صح من اول. ترى من كان دائما الرياضيين اللي يحصلون على اكبر قيمة جوائز منهم نتفق كرة القدم، صحيح كرة القدم فقط، لاعب كرة القدم فقط. لكن لو واحد يجيب لك ميدالية ذهبية ولا ما كان فيه اهتمام، ما أتكلم عن الإعلامي، حتى الجوائز ما هي محفزة. بس أنت تخيل تتحدث عن مليون نصف مليون، تتحدث عن استقبال أعلى مستوى في البلد. هنا نقطة التحول الكبير الآن اللي قاعد الآن في رسالة رسمية يقول لك أنه أي ناجح مهما كانت اللعبة سواء شعبية أو غير شعبية سيكون لها ذات الاهتمام وذات التقدير وذات التشجيع. طيب. فمن هنا نتكلم على أنه لا أحد يكلمني يقول لك بعد 5 سنين شو بنسوي، لا بنسوي إن شاء الله، بس لا تسألني هالسؤال أرجوكم، لا تسألني هالسؤال، لأن هناك واضح فيه خطة مدروسة بشكل عملي، ما هو بس مجرد خطط في الأخير نكتشف أنه لم تنجح هذه الخطة. لا اللي قاعد يصير الآن مختلفة، الشكل مختلف، الهوية مختلفة، الاهتمام الكبير ما هو اهتمام من رئيس اتحاد أو لا، تتحدث عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لما يستقبل البطل طارق من بعد حصوله على 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 الفضية. هذه رسالة، صحيح. رسالة كبيرة جدا لكل الرياضيين، المفروض كل رياضي يرفع رأسه الآن. صحيح، مو شرط نلعب كرة القدم عشان يكون لك اهتمام ويكون لك حظ، ولا هذا شرف حصل عليه لاعب ليس لاعب كرة قدم. فلذلك أي واحد الآن يشوف، أنا حتى رسالة لأولياء الأمور، إذا شفت أي موهبة لدى ابنك قاعد يلعب سلة، يلعب طائرة، يلعب تنس، تقول لا روح كرة القدم، خلي وديك للبراعم من نادي الشباب، براعم من نادي الهلال، لا لا هناك أحسن، هناك فلوس، هناك اتركوه. ايه ودوا مهد أهم كرة القدم. صحيح، ايوه ودوا لاي مكان يكتشف فيها الموهبه، اترك عنك اكتشاف المواهب يا سعدة ولي الامر.